لماذا معاويه يحارب امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وهو الامام الشرعي والمنتخب الشرعي والمنتخب هذه الدماء الطائله حرب صفين وحرب النهروان دماء الالوف اريقت على مر التاريخ وراءها شخص واحد وهو معاويه، معاويه له دور خطير جدا في التاريخ دوره يحتاج الى كشف، انا اظن ان الدماء عشرات الملايين في رقبه معاويه، ليش؟ وراء ذلك عوامل ومن جملة هذه العوامل المشكلة النفسية حب العظمة عقدة العظمة أكو بعض الأفراد عدهم عقدة العظمة قالوا لمعاوية لماذا تحارب عليا قال حتى يكون خاتمي مكان خاتمه الملوك الحكام يختمون المكاتب ختم مهر حتى يكون خاتمي مكان خاتمه هذا هو المنطلق طبعا هذا واحد من منطلقات والا الى منطلقات اعمق من هذا لماذا صدام في العهد الراهن يقتل الملايين ويدمر النسيج الديني والاجتماعي للعراق، تدمير، اي تدمير قام به هذا الطاغيه في العراق، كل ما نجده الان من جرائم وجنايات وقتل وارهاب وتفجير وانتهاك واعتداء وفقر، كل هذا الارضيه لذلك مهدها صدى هذه كلها من اثار تلك الحقبه، التمهيد الارضيه هو الذي صنعها، ليش هذا التدمير؟ وراء كل ذلك مجموعة من العقد النفسية، والمشكلات النفسية، لاحظوا نشأته في أي بيت نشأ، كيف نشأ، مجموعة المشكلات النفسية اللي كان يعاني منها هذا الرجل، هذه المشكلات وراء جميع هذا التدمير والتخريب والإفساد في واقع الحياة لاحظوا حركة التاريخ كل من اليوم الأول إلى هذا اليوم أهم عامل فيما أظن وراء كل التدمير العامل النفسي